السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جديد دور الصفيح بتراب عمالة صخيرات تمارا، عملية إحصاء جديدة تعود لتراب عمالة صخيرات تمارا، وهذه المرة بجماعة سيدي حيا زعير بحضور رئيس الدائرة دائرة عين عودة المنزع سيدي حيا الأخ مصطفى بن زيان، وكذلك قائد الملحقة ديال سيدي حيا زعير، اللي كان واحد التواصل مع الساكنة ديال مجموعة من الدواوير، والعدد الساكنة تقريبا يفوق 1800 أسرة. مجموعة من الدواوير اللي جات في سيدي حيا زعير، وأخيرا جاء الفرج. مجموعة من الناس كانوا كيتسائلوا على مرس الخير وسيدي حيا وتامسنا ومجموعة من النقاط كذلك عين عتيق، فاليوم جاء الدور على سيدي حيا زعير وفي نفس الوقت عين عتيق كذلك. غادي نركزوا على سيدي حيا زعير اللي كتكون تقريبا من أزيد من 1800 أسرة، فكل العمل كل المجهودات الآن تنصب في اتجاه واحد، ألا وهو الإحصاء وعملية هدم كبيرة مباشرة ما بعد عيد الأضحى. كما كيعرف الجميع مراعاة لظروف العيد، فعملية الهدم سيتم تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى، ربما ابتداء من يوم الاثنين، يعني العيد عندنا إن شاء الله الخميس ولا الجمعة، فالسبت الحد اثنين الناس غادا توجد راسها، فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. من المرتقب أن هاد الناس هادو اللي غادي يتشملهم لعملية الهدم فالوجهة واحدة من المرتقب مدينة صخيرات، كان يروج يعني بعد الكلام ربما يمشيوا للفرداوس أو ما شابه ذلك في اتجاه عين عودة، لكن الخبر المرتقب والمؤكد إن شاء الله ألا وهو مدينة صخيرات، لأن كنشوفوا مجموعة من المشاريع اللي باقي ما دارتش عليها القرعة، أرقام كبيرة الإخوة، ما كنهضروش على 100 ولا 200، راه كنهضروا على أرقام بالآلاف ديال الشقق اللي باقي ما دارتش عليهم القرعة، بحال مشروع الكرامة 3، مشروع الكرامة 4، كذلك مشروع الرياحين سيكتور 9، مشروع الرياحين سيكتور 1، يعني غير هاد الأرقام اللي عطيتكم حاليا فرا أزيد من 4000 شقة اللي باقي ما دارتش عليها القرعة. فنتمنوا من الله الخير والتيسير للساكنة ديال سيدي حيا زعير، نتمنوا من الله أنه الساكنة توجد راسها، ماشي سهل أنه كتغير واحد المكان واحد النهار لمكان آخر، لكن هذا هو القدر. هاد اليوم كان والا بدا منه من أجل القضاء على الأمور العشوائية. توفير سكن لائق يحفظ الكرامة، مجهودات كبيرة أكيد رئيس الدائرة قائد الملحقة الإدارية غيبقاو في تواصل دائم مع الساكنة باش يوقفوا الأمور على أسس اللي هي مزيانة، يعرفوا الناس علاش غادي يبنيو، فين غيمشيو، الوريقات اللي غيجمعوا، يعني يكون واحد التواصل من أجل تسهيل المساطر، وهادشي هو اللي غيكون إن شاء الله. صراحة شفنا باب كيطق في سيدي حيا زعير، شفنا تواصل مع الساكنة، شفنا الناس اللي يعني جاو جداد وغيبغيو يستافدوا، فالسلطات المحلية ما كتخليش هذا الباب هذا منين غادي يحتال شي واحد على السلطة المحلية، فهذا هو اللي كاين الإخوان. شفنا تدخلات ديال رئيس الدائرة ديال المنزه سيدي حيا عين عودة الأخ مصطفى بن زيان، اللي صراحة واقف على كل كبيرة وصغيرة، فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع، نتمنوا من الله للساكنة ديال سيدي حيا زعير السكن الجديد يدخل عليهم بالصحة والعافية وطولة العمر، نتمنوا من الله كما وصى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتسهيل المساطر والإجراءات القانونية باش الناس إن شاء الله يدخلوا الشقق ديالهم عما قريب. كنبغي نأكد لهم إنفو يديروا إن شاء الله القرعة، فحنا راه الإشارة نقربوهم من الشقق ديالهم، نبينوا لهم المسائل ديالهم كيفاش دايره، وما يكون غير الخير ان شاء الله. جينا من اتجاه ديال تامسنا في اتجاه مدينه صخيرات، وهذا هو المسار اللي غيكون، وكاين المسار الاخر اللي كيخرج في الصباح ديريكت، ف من ناحيه المناخ والاجواء فتقريبا الجو ديال
سيدي حياس خيرات ما كاينش شي فرق كبير، ربما كنقربوا اكثر للبحر للشواطئ الجميله ديال الصخيرات، هذا هو اللي كاين. فنتمنوا من الله في الوقيته اللي غنشوفوا العمليه ديال الاستفاده وهاد الامور هذه، في نفس الوقت كنتمنوا من الجهات المسؤوله توفير كذلك مجموعه من المرافق، واللي كنبغي ناكد انها جايه في الطريق، منها اللي بدات ومنها اللي جايه في الطريق ان شاء الله، مجموعه من المدارس اللي غتكون جاهزه للموسم الدراسي الجديد، مجموعه من المرافق جايه في الطريق ان شاء الله، واكيد ما غنحسوش بالفرق. هادشي اللي كنتمناو، كنتمناو من الله تكون مواكبه واستمراريه في مجموعه من النقاط، لانه كنهضروا على ارقام كبيره وكبيره جدا، ازيد من 30,000، ازيد من 30,000 مستفيد بمدينه الصخيرات، مستفيد ومستفيده بمدينه الصخيرات. فاللهم بارك واحد الكبش، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، الله يسخر لهم عليهم، الله يسخر لهم عليهم، الله يسهل على كل واحد في هذه الايام هذه. صراحه كنشوفوا رجال وتغلبوا مساكن في هذه الظرفيه هذه، فالله يدير شي فراج، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير، هذا هو اللي كاين. فكما كتشوفوا معنا دائما متابعينا الكرام، وصلنا في هذه اللحظات لمدينة الصخيرات، واللي كنبغي ناكد دائما مدينة الصخيرات تستقبل يوميا العشرات العشرات من الاسر، العشرات من الاسر المستفيدة من ملف اعادة ايواء قاطني دور الصفيح، الناس كياخذوا السويرشات ديالهم في مشروع المنظر الجميل، كذلك في المشروع ديال الفردوس، في المشروع ديال عفوا ماشي مشروع الفردوس، مشروع الرياحين، مشروع الياسمين، مشروع البساتين، مشروع الكرامة. بخصوص مشروع الفردوس المتواجد بمدينة الصخيرات واللي تعتبر من أجمل المشاريع كذلك، فعملية تسليم الشقق فيه إن شاء الله من المرتقب إن شاء الله تكون في البداية ديال شهر 8، يعني الناس غتدخل السكن ديالها، تبدا تقاد الوريقات ديال وليداتها، وإن شاء الله راه ما يكون غير الخير. ولهذا كنبغيو ناكدوا على اللي نوطير، الناس اللي متداخلين في هذه الوثائق، الناس يسرعوا الوتيره شويه باش الناس يعرفوا فين يقريو وليداتهم، الناس يعرفوا فين يثبتوا وليداتهم. ربما كاين اللي مسكين غيبقى كاري شويه على حساب الاجراءات، وكاين اللي على حساب امور اخرى اللي داخله في هذه العمليه هذه. فنتمناو من الله تسريع الوتيره باش الناس تحط رجليها كما كنقولوا، تثبت قدامها، والله يسخر الامور يا ربي، هذا هو اللي كاين. بقى لي غير نقول لكم اخوتي، تهلاو ليا في راسكم وردوا البال مع وليداتكم في هذه الحراره المفرطه، لي كاسكيت ديال الوليدات، الناس اللي كيخرجوا ردوا البال، الله يجازيكم بخير، كاينه شميشه قاصحه شويه. الله يحفظكم من كل شر من كل سوء، والله يفرج عليكم يا ربي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا عمي الله يرضي عليك الخوت، من امام الرحبه ديال الصخيرات الاكباش بدات كتدخل، الله يسخر الاكباش بدات كتدخل الصخيرات في هذه اللحظات، الله يسخر الامور للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.